تكو فلنتين ليه سوبرمان؟ الله يمسيك بالخير يا سانجا. يا بخا النجم الساطع يلا يا روح هات الشغل يا ما تنحش. عم هيصه مستر هيصه لا مؤاخذه مستر هيصه. طب ايه هتفرجنا الشغل ولا ازاي يا بخا؟ امال ايه يا ساطع ده انا مفاجاه اوريدي. يلا بينا ونجيب نرمينا. العب ورينا يا صاحبي بايد اليمين. ايوه ايدك اليمين. قمر قمر بقول لك ايه النجم بتاعنا الطقم اللي يلبسه ما يتكررش. عم هيصه الكلام ده هيضايقني انا مش راجل هاوي انا راجل بروفيشنال. بس مش ملاحظ يا بخا ان البدله فضفاضه شويه. فضفاضه ايه؟ عارف البدله دي ماركه كريستين انديور. عارف مين اللي كان لابسها قبلك؟ ليوناردو دي كابريو في فيلم السفينه التايتانيك. لا هو بيكوا عندك هنا بخا ولا ايه؟ لازم يا نجم عشان طب بقول لك ايه؟ هات الجزمه السوداء اللي هناك دي اجربها على البدله. قام كده يا صاحبي بعد ما بقيت نجم عايز تدوس عليا. انا بقول لك هات الجزمه اللي هناك دي اجربها على البدله يا صاحبي. جزمتي عصفور اللي انا هلبسها لك انت هتذلني. لا انت كده يا صاحبي اللي بتذلني. لا انت اللي بتذلني وبتمسح بيها الارض عشان بقيت نجم عصفور خلاص هتدوس عليا. لا انت كده يا صاحبي اللي بتذلني. انا مش عايز تقف جنبي في اول مشواري الفني. انا طول عمري واقف جنبك عصفور وانت عارف. صحيح ضربت الودع ما لقيتش صاحب جدع. ما تقولش الجمله دي الجمله دي بتموتني. لا انا ضربت الودع ما لقيتش صاحب جدع. اسكت انا بتفرتك من جوه. ضربت الودع ما لقيتش صاحب جدع. فينك بقى الجزمه من هناك؟ جزمه يا صاحبي لبسها لي. عصفور عم ايه؟ تعالى اسمعك بقى الاغنيه اللي انت طلبتها. الواد بعتها لي لسه من اسكندريه. طب يلا بعتها لك على النت؟ لا بعتها لي على السوبر جيت. وصلها لي مع السواق. ماشي اسمع انا كاتبها جايب لك الكلام وملحنه على اقولها كده ولا لا اقولها لحن بقى عشان نشوف هنغنيها منين. ابويا وامي مات وعمي القط فات والعزال ما ماتوا. لابا لابا يا خرابه دي تاني بقى ده فرح ميته يا عم هيصه ولا ايه رايك يا بخ؟ فلطحات وتنادى هتدغدغ الدنيا. حلو يعني بالصلاه على النبي نسقط نقله ونطلع يعني نتكل على الله ولا ايه؟ لا ده لسه بقى دي بقى هصور لك فيديو كليب بالجرافيكس. بالجرافيكس ازاي؟ انا اول مره في التاريخ هدخل الجرافيكس مصر. بس انا بسمع ان موضوع الجرافيكس ده مكلف يا عم هيصه. ما يكلف ما هو كده كده الكليب الجديد هيتكلف جامد. ما احنا خلاص علينا. بالمناسبه انا هعلي اجري. تعلي اجرك ليه بس يا عم هيصه؟ بقولك ايه الكليب اللي فات ضرب والباقه فيا بقى ما انت عارف. بالمناسبة انت كمان لازم تعلي اجري. ما انت مش غرمان حاجة من جيب امك يا عم هيصه. وانا كمان برضه عايز. اوعى اوعى يا عصفور يا ابني اوعى تبخل على فنك بالمال. الحقوا يا جدعان في ناس كتير قوي هناك ماتت. ماتت ازاي؟ والله ناتاشا قلبت ريحه العرق خالص. تعال شوف في ايه.